السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، وتغطية خاصة عن جلسة مجلس النواب اليوم وتأجيل إقرار الموازنة وعقد الآمال بالرئاسات الثلاث بعد نفاذ الحلول والتوافقات بين الكتل السياسية. بالرغم أن موضوع الموازنة مهم جدا، لكن هناك حقوق للكتل السياسية بمقدمتها حقوق الكتل الممثلة لتحالف الكردستاني، لا تزال هناك معوقات أمام التوافق حول صيغة هذه الحقوق بين الكتل الكردستانية ورئيس الوزراء حيدر العبادي واللجنة المشكلة. التأكيد الأهم والتصريح الأهم اللي صرح عنه النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة النيابية المالية النيابية النائب حيدر مسعود، قال أن غدا لن يشهد تصويت للموازنة العامة لأن هناك اجتماع للرئاسات الثلاث، على الرغم من أن بعض التصريحات تقول أن اجتماعات الرئاسات الثلاث سيكون قبل انعقاد جلسة يوم غد في حال وصول إلى صيغة توافقية بشأن مطالب التحالف الكردستاني لإقليم كردستان. ستكون هناك جلسة ويتم التصويت، القراءة الثانية والتصويت على بنود الموازنة العامة. كل هذا مرهون بالرئاسات الثلاث، وإن لا سامح الله لم يكن هناك توافق سيلجأ التحالف الكردستاني إلى مقاطعة الجلسة والذهاب باتجاه المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة العامة وفق الدستور العراقي. كل هذه تنصب في مصالح ويعني إرادات وحقوق الكتل السياسية، وهي أعرف حاليا بحاجة مواطنيها وحاجة محافظاتها. بالنسبة لكل الكل، لا نقول فقط التحالف الكردستاني يبحث عن حقوق، إنما اتحاد القوى أيضا يبحث عن حقوق، وكذلك التحالف الوطني يبحث عن حقوق أخرى تهم مصلحة الشعب العراقي. وهذا الموضوع قد ينعكس بإيجابية في حال أن الرئاسات الثلاث توافقت على صيغة الصيغ المقدمة والمسربة، أن هناك ضمانات لتلبية تحالف الكردستاني أو مطالب التحالف الكردستاني بشأن رواتب الموظفين وقوات البيش مرقة، وهذا حق دستوري وحق قانوني لإقليم كردستان على الموازنة العامة العراقية أو الاتحادية. يبقى مسألة النسبة ونسبة حصة إقليم كردستان، وهي كانت سابقا مقررة 17%، الآن تم الإقرار 12.6، وتم تحويلها أو رفعها إلى 14% حسب التسريبات، لكن هناك رفض قبول عدم رضا من جانبين من الطرفين، لحد الآن لم يتم زحزحة وتحليل الموضوع. لكن أيضا هناك مطالب متعلقة بمسألة الموازنة، وهي أخرى تتعلق بمرحلة الإعمار وإعادة النازحين والتزامات الحكومة بشأن هذه الفقرات وفق القانون الذي تم التصويت عليه، قانون انتخابات التي هي يتم أن يكون هناك أو يجب أن يكون هناك تقرير واضح أو إصرار واضح أو رؤية واضحة للكتل السياسية التي تعتزم خوض غمار الانتخابات القادمة والمقررة في آيار القادم إن شاء الله بمسألة الانتخابات النيابية، التي سيمكن أن يكون هناك تغيير أو عدم تغيير، هذا متروك للمواطن العراقي بشأن هذه الاحتماليات. لكن ما مطلوب من الحكومة العراقية وفق القوانين وفق اللوائح وفق الدستور، مطلوب هناك التزامات نحو إقامة انتخابات دستورية شفافة لا يشوبها أي مخاوف أو أي عمليات تزوير أو تحايل أو تلاعب في محافظات. لحد الآن إذا قلنا وتكلمنا عن محافظات الغربية، لحد الآن ممثلي هذه المحافظات يثيرون أو يطلقون تصريحات تعبر عن مخاوف بعمليات تلاعب، بعمليات تزوير، بعمليات قد تكون تسحب البساط من تحت جانب وتسليمها لجانب آخر، وكل هذا
يعبر عنها مسؤولين ويعبر عنها سياسيين في تلك المحافظات، مجرد تعبيرات. الحكومة لحد الآن تطمئن، الحكومة لحد الآن تلزم الجهات المعنية وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تلزمها بأن تكون في أعلى الدرجات وعلى المستويات من الانضباط والحيادية تجاه جميع الكتل السياسية. ليكون المعلوم عند الجميع أن الانتخابات هي دوائر متعددة الدوائر، يعني ابن المحافظة سين لا يمكن أن ينتخب محافظة صاد، لكن من الممكن من خلال الائتلافات ومن خلال القوائم التي الآن اختلفت بشكل نسبي عن ما كانت عليه سابقا، ونشاهد في بعض الائتلافات وجود تنوع بالائتلافات وفق القوائم المطروحة على المحافظات تشمل جميع مكونات الشعب العراقي، لكن المخاوف ما تزال مستمرة ومتجهة نحو تحويل المسائل باتجاه حلحلة الأمور، انفتاح أكثر، تغيير نسبي نحو تغيير الأداء. لأن ما ممكن اليوم إذا البعض يفكر أنه تغيير الوجوه سيؤتي بثمرات تغيير الأداء، لأن الأمر نسبي ومتعلق بقوانين موجودة، هذه القوانين مختلفة، تفسيرها يختلف شيء عن شيء آخر. ولا ننسى أن هناك تنافس بين القوى المدنية والقوى الإسلامية في الحصول والسيطرة وحصد مقاعد الانتخابات في البرلمان القادم، وهذا لا يعني أن هذه الجهات ذات الطيف الواحد السياسي، لا نقول الإثني أو الطائفي، قد تتوافق في عملية إدارة الدولة في حال أنها كسبت المقاعد الانتخابية بالمرحلة القادمة. بمعنى أوضح، يعني ممكن أنه التحالفات المدنية أن تختلف في كيفية إدارة الدولة، وهذا ما سينعكس سلبا على الأوضاع، وهذا موجود بالتحالفات الإسلامية بين قوسين الإسلام السياسي، ولو يعني هذا الموضوع متكرر كثيرا، والبعض لا يحبذ إطلاق هذه التسميات على الإسلام السياسي أو ما إلى ذلك، لكن وجود الاختلافات والتنافرات وعدم وضوح الصورة تماما لدى قيادة الدولة، قيادة مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة. المهم عند المواطن اليوم كيفية إيجاد مؤسسات تعمل على إيجاد فرص حياة جديدة مختلفة عن ما كانت عليه للأعوام السابقة. هذا كله مرهون بفكر السياسي، الفكر السياسي الذي سيطرح بعملية تغيير. هناك تغيير جذري ملموس بعقلية السياسي السابق وعقلية السياسي الحالي وعقلية السياسي المتقدم بشكل جديد على الساحة السياسية أو المشهد السياسي العراقي. هذا التغيير لا يمكن يعني ضمانه أو ضمان أدائه بوجود متغيرات، بوجود اختلافات للمحاور والإرادات الإقليمية الدولية، التي الآن العراق لحد هذه اللحظة لم يبرز العراق دور كبير أو ثباته باتجاه أي محور من المحاور، محور التحالف خلينا نقولها، محور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والمحور الرباعي بوجود روسيا وإيران والعربية الشقيقة السورية، إضافة إلى بعض الدول قد تلحق بها تركيا وما إلى ذلك من هذه المحاور. هذه سياسة المحاور اللي موجودة المؤثرة في المنطقة، وخصوصا العراق، يعني ما ممكن ضمان هذا الموضوع إذا ما تتوفر إرادة سياسية حقيقية تعمل وفق مصالح البلد ومصالح البلدان المجاورة، بدون تجاوز، بدون تأثير، بدون إعطاء رسائل مخيفة لبلدان الجوار. لأن ما يقوله الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين أن الولايات المتحدة تمتلك سياسة الضغط الداخلي وكذلك الاقتصاد العالمي وسياسة الحروب اللي موجودة بالعراق، لكن إيران، خلينا نتكلم عن إيران تمتلك النفوذ الداخلي السياسي العراقي على الأرض، وهذا يمثل جهتين أو كفتي قوة بالنسبة للمحورين، والعراق في الوسط، العراق بين هاتين الكفتين أو بين هاتين السندانين أو بين هذين
أو هاتين المطرقتين. العراق الوحيد، البلد الوحيد بسبب تشتت السياسي اللي موجود، عدم وضوح رؤية تماسكية بين الكتل السياسية لإدارة الدولة، هذا ما أضعف العراق أمام المجتمع الدولي، دعا العراق أو دفع العراق إلى التنازل عن كثير من حقوقه بسبب تشتت السياسة وعدم وضوح رؤية واضحة للعراق. نأتي اليوم عن هذا الموضوع، إذا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل وافر وبشكل دقيق، نتكلم عن المؤتمر الصحفي الذي بالأمس عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي، واللي تحدث في بداية هذا الموضوع عن تشكيل لجان وزارية لمتابعة صرف البطاقة الانتخابية. الحديث والكلام كثير في محافظات الغربية خصوصا موصل والأنبار، ونوعا ما صلاح الدين، لم يثر هذا الموضوع بصلاح الدين لكن تم إثارته بالأنبار والموصل. الحديث يتكلم الكثير عن الكلام عن إلغاء، عن تجديد، عن إعطاء بطاقة انتخابية ليوم واحد. يعني هذا الموضوع أثار اللغط وكلام تأتى على رئيس الوزراء حيدر العبادي بمؤتمر الأسبوع اليوم أمس. الكلام أو الحديث عن لجنة وزارية تأخذ على عاتقها هذا الحديث، لنسمع. مهم جدا، إحنا تم مناقشة في مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الضمان تنفيذ الإجراءات الانتخابية. تعرفون مجلس الوزراء أقر تاريخ الانتخابات يوم 12/5 من هذه السنة، وحط مجموعة أمور يقوم بها لعودة النازحين، توفير الأمن للمواطنين، السلاح يكون فقط في يد الدولة، يكون الأجهزة الانتخابات أجهزة اللي هي متطورة يعني إلكترونية، التصويت وأمور أخرى. عينا لجنة من أجل متابعة هذه الأمور. واجب الحكومة أن تضمن انتخابات نزيهة سليمة صحيحة. المواطن الذي حصل على بطاقة الانتخابية يكون يقدر يحصل على بطاقة الانتخابية. استمعنا من مجموعة محافظات خصوصا من الأنبار نينوى سيبدأ توزيع البطاقات التموين البطاقات الانتخابية كما أبلغتنا المفوضية العليا للانتخابات في بداية الشهر القادم، يعني بعد ربما 3-4 أيام. في الأنبار هناك نسمع شكاوى عن عدم توزيع البطاقة. يعني الواضح من كلام رئيس الوزراء حيدر العبادي أن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة العراقية بغض النظر عن الجهة التي تتبعها الحكومة، لأن اليوم الحديث كثر عن أغلبية سياسية، عن عابرة للطائفية وما إلى ذلك، لكن بكلام إذا تم تشخيص من هو رئيس الوزراء القادم، من هو أي جهة مكوناتية يتبع، نتكلم عن تخصيص وعن تقسيم وعن مكون، والحديث يدور حول عدم ذكر الطائفية والرجوع إلى هذا التخندق بمرحلة ما بعد داعش. يعني هذا التغير اللي تكلمنا عنه لنلتمس ببعض الخوف من غضب الشارع، عن خوف من ردة فعل الشارع بالانتخابات، بعمليات التصويت، دفع بالكتل السياسية إلى صحوة، خلينا نسميها إذا صح التعبير، صحوة نحو تحسين الأداء السياسي تجاه والابتعاد عن الطائفية والابتعاد عن المكوناتية في سبيل إرضاء الشارع العراقي. اليوم الشارع العراقي غير راضي بشكل كامل وعارم، ورضا بشكل واضح، والبعض يدفع، يعني هنتكلم بهذا الموضوع، بعض السياسيين يدفع بعدم الذهاب للانتخابات عن طريق الجيوش الإلكترونية اللي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الناس، بعض المواطنين للأسف، نقولها للأسف، يتناغم مع هذه التوجهات وهذه الإشارات بعدم الذهاب للانتخابات. خلي يكون بعلم المواطن العراقي، سواء كان راغب بالانتخابات، سواء كان راغب ب يعني عملية التحديث بالسجل الانتخابي، سواء كان غير راغب بعملية استلام البطاقة الانتخابية مالته، أنه التغيير الذي تبحث عنه لا يأتي من الخارج. حتى حط ببالك أنه العملية السياسية اللي أتت واللي الآن العراق فيها هي أتت من الخارج، فلا يمكن للخارج أن يغير ما أتى به.
هذا يعتبر أمام الرأي العالمي يعتبر أنه أنت دفعت العراق بالفوضى وبالتالي أنت تراجعت عن هذه الرؤية. فهذه نقطة حتى لا لبعض اللي ينشرون بمواقع التواصل الاجتماعي واللي يتكلم عن تغيير ومقاطعة وإذا نسبة ما كفت أو نزلت، إذا 1% الانتخابات سجلت حضور انتخابي فماكو بالدستور تحديد نسبة يلغي نتائج الانتخابات. هذه نقطة، هذه نقطة حتى لا أحد يقول الأمم المتحدة، ما أمم المتحدة وغيرها راح تتدخل وتفرض حكومة طوارئ ودخول في متاهات، هذا الموضوع انسفة انهي، ما موجود هذا الموضوع. تبقى شغلة الأكثر، أنت فكر في نفسك أنت المواطن العراقي اليوم ليش ديروجون على عدم الذهاب للانتخابات؟ من المستفيد إذا أنت ما راح تنتخبت؟ خلي بالك أنت ما منتخب الدورة السابقة ونفس الوجوه هي جتي، منو ننتخبها؟ يا أما جهاز الحزبي التابع له المكون الفلاني أو الحزب الفلاني، يا أما مواطن يريد يروح ينتخب فما يعرف ينتخب القائمة الفلانية وتذهب الأصوات إليه. هذه حتى نوصل لك الفكرة. أما إذا أنت رحت انتخبت في هذه الفترة وعملت على أنه تضع صوتك في المكان المناسب في الشخص الذي ترتئي أنه هو هذا الشخص اللي ممكن يغير بالدورات القادمة، راح تحدث ضجة، راح تحدث حرج لدى النواب أو المتنافسين على الحصول على المقعد النواب، لأن كلما زاد الارتفاع عدد التصويت على المقعد كلما صعب على البرلماني الحصول على المقعد. إذا انخفضت نسبة التصويت فيكون سهل على القوائم على رئيس الكتلة واختيار من يريد حتى يدخله بالمجلس النواب. هذه خليها ببالك، هذه بالنسبة للي يروجون على المقاطعة. في حال أنت اليوم استخدمت حقك الدستوري كمواطن عراقي وذهبت باتجاه الانتخابات وانتخبت الشخص، هذا حقك الدستوري، هذا هو يسمى تغيير، هذه بداية انطلاق. أنت تراكمات 13 سنة تريدها تتغير بعصا موسى، يجون كتل مدنية أو كتل سياسية أخرى بعصا موسى تضرب على الوضع العراقي الميؤوس منه أنه يتغير في ليلة وضعها بدورة واحدة، مستحيل، هذا شيء ضرب من الخيال، يعني مستحيل أنه بدورة انتخابية أنه تقدر أنت تحول من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي في ظرف وقت محدود. لا، العراق عنده تراكمات، العراق الآن مقيد بديون كبيرة، رغم أنه إمكانية العراق وفق موازناته أنه يتخطى الحاجز الاقتصادي بشكل سلس ويسير، وعندنا خبراء اقتصاد يقدرون يتفاعلون ويتعاملون مع الموازنة الداخلية. خلي لا ينسى المواطن العراقي، عندنا موازنة داخلية تابعة للوزارات، إيرادات، يعني اليوم تصريح للجان النيابية تقول أنه سجلوا 38% إيرادات داخلية غير نفطية على الموازنة. 38% رقم لا يستهان به، لا يستهان به رقم 38% بالنسبة للإيرادات الغير نفطية، غير نفطية، يعني العراق في خير، العراق في قدرة مالية اقتصادية إذا وجدت قدرات سياسية حكومية إدارية صحيحة حقيقية ممكن يتخطى العراق حاجز الاقتصاد خلال فترة قياسية، ما نريد نقول عليها سنة أو سنتين، احتمال بالدورة القادمة. أما التراكمات السياسية كنظم سياسية وكنظم قوانين موجودة، فالموجود ما في خلاف، لكن المشكلة في عملية تفسير القوانين بالنسبة لي الآن. أيضا رئيس الوزراء حيدر العبادي في هذا الموضوع تكلم ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الالتزام والحيادية بعملية، وحذر من عملية التلاعب بالنتائج، ونستمع إلى ما قال. وندعو المفوضية للالتزام بالحيادية. صح بعضهم جابتهم أحزاب بالبرلمان، ولكن كلامنا لهم التزموا بالحيادية، سلامة الانتخابات أساسي، وما راح نسمح أحد يحاول يتلعب أو يحاول يخل بالانتخابات. شعبنا ما ضحى كل هالتضحيات ودخل في هذه المواجهة الشاملة مع الإرهابيين حتى يجي أحد فاسد يسرق منا أصواته. الحكومة واجبها تضمن سلامة الانتخابات، تضمن الأمن، وتضمن سلامة الإجراءات. مفوضية العليا الانتخابات عليها مسؤولية العملية الانتخابية تجري بشكل صحيح وصورة سلسة إن شاء الله. تعرفون الدستور يتحدث عن القائمة الأكبر،
القائمة الأكبر هي التي تشكل حكومة، أو مرشح القائمة الأكبر هو الذي يرشح يصير رئيس الحكومة، ومجلس النواب صادق على ذلك بالتصويت. في تصوري أنه أي اتفاق من الآن على الكتلة الأكبر تجاوز على حق المواطنين. المواطن غير هو اللي يقرر. أنا من الآن أتفق تشكيل الكتلة الأكبر بغض النظر عن النتائج، منهج غير سليم. لهذا أنفي نفيا قاطعا وجود أي اتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر، أنفي. لا يوجد توقيع ولا يوجد اتفاق. يعني خلي تكلمنا عن الجزء الأول من حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي، نتكلم عن الجزء الثاني أنه تجاوز على حق المواطن، واللي تكلمنا فيه وأشرنا إلى أنه في حال أنه تسمية رئيس الوزراء على القائمة الكبيرة، يعني معناته أنه أنت من تتكلم يا سياسي وتقول أنا رئيس الوزراء الفلاني هو من يتولى رئاسة الوزراء، يعني أنت حاسم أمرك وحاجز المقاعد، وكأن المواطن إذا راح انتخب مو مشكلتك، مو مشكلتك والموضوع مو يمك. وهذا تشويه وإشارة سيئة إلى المفوضية العليا المستقلة الانتخابات اللي حذر رئيس الوزراء بها المفوضية من عدم إيجاد الحيادية والتعامل مع جميع الكتل السياسية، بالرغم أنه جميع المفوضين الموجودين بالمفوضية هم ينتمون لأحزاب، يعني معروفة التحالف الوطني 4، التحالف الكردستاني 2، تحالف القوى 2، هذول 8 و1 للأقليات. هذا ما أعرف أن انقر التاسع أو ما انقر، ما نعرف لحد الآن الموضوع يعني يم البرلمان، لكن إذا كان هؤلاء تابعين لأحزاب فأكيد راح كل من يتابع الجهة اللي يتبعها ويحاول أنه يعني للأسف ومع احترامنا الشديد يعني من أو ينطي صورة غير مباشرة أو ذهنية للمواطن أنه راح يتبع الحزب مالته ويحاول أنه يفيد الكتلة مالته. اليوم رئيس الوزراء أكد على هذا الموضوع وقال أنه رغم أنهم يتبعون الأحزاب، فهذا لا يعني أن احنا نطالبهم ونحذرهم من عملية عدم التلاعب أو ما إلى ذلك والحيادية بمسألة الانتخابات. وهذا ما يعني اليوم المواطن أنه هو شريك بالعملية الانتخابية، لا، خلي يعرف المواطن أنه هو شريك بالمشهد السياسي. يعني إذا جاء المشهد السياسي سلبا فأنت يا المواطن شريك، أنت مرتضي، أنت راضي، أنت قاعد مقاطع تنتظر الحل من برا، والحل بيدك، الحل بيدك أنه تروح تنتخب الناس اللي تعتقد بيهم، اللي تعرف قوائم مدنية كبيرة دخلت، قوائم إسلامية تلفت وهي قوائم مدنية على خلاف يعني ديني بيناتهم، يعني عقائدي بيناتهم، تم الاتحاد بيناتهم. هذا يعني معناه أنه هناك تغير سياسي يحتاج من المواطن أنه يتدخل ويأثر على عملية الانتخاب بشكل كبير، وهذا ما سيحصل بالانتخابات القادمة. لكن المخيف أكثر أنه تصريح للمتحدث باسم تيار الحكمة سيد حميد المعلى، إذا لم يحدث تغير في الانتخابات عام 2018 رجعنا لهذه النقطة أن العراق يتجه نحو التقسيم. ليش يتقسم العراق؟ ليش؟ يعني هذا كلام، يعني إذا كان هذا التصريح مقتبس من كلامه سيد حميد المعلى فهذا كلام خطير، إشارة خطيرة على أنه نرجع للمربع الأول، نرجع لعملية الاحتراب والاقتتال، ونرجع إلى قضية تم وأدها بعملية النصر على داعش، والمخطط اللي كان بعملية داعش وتقسيم العراق واللي وأدها الشعب العراقي وأبناء الشعب العراقي بأبناء من القوات المسلحة والحشد الشعبي، أنهى هذا المشروع. للأسف نسمع من سياسيين اليوم يتكلمون إذا لم يحدث تغيير تخويف للمواطن سنذهب إلى اتجاه آخر هو تقسيم العراق من جديد. ليش هذه؟ يعني احنا نعبر وننطي دماء والسياسيين يرجعون للمربع الأول؟ إذن من يدير دفة البلاد ومن يتحكم بمصير البلاد؟ واضحة أنهم السياسيين الموجودين، فعلى المواطن أن يبحث عن وسيلة حتى يغير بها هذه المأساة وهذه المخاوف. بعد الفاصل الجزء الثاني من تقديم. أهلا بكم من جديد في جزءنا الثاني لحلقتنا لهذا اليوم، والذي ارتأينا فيها نتكلم عن شريحة مظلومة بالمجتمع العراقي. طبعا الشرائح العراقية للأسف كلها مظلومة، لكن هذه الشريحة اللي هي أكثر تضررا، جانب من عدها تضرر بسبب الحرب
بسبب عمليات الإرهابية، بسبب إعاقة أثناء الولادة. نتكلم عن المعاقين أو المعوقين اللي اليوم اللي يعانون بوجود قانون، لكن للأسف عمليات يعني الدائرة حولهم أو الاستفادة أو عمليات ضمهم و يعني تكلف بأمورهم ضعيفة جدا. فهذا الموضوع يعني ما ممكن اليوم أنه فقط أنه يكون فقط قانون يصدر أو يقر من قبل البرلمان وماكو عمليات. اليوم وصل العالم بدرجة عالية من عمليات الأطراف الصناعية الذكية وما إلى ذلك. إحنا بعدنا على العكازات، بعدنا على الدواليب اللي تستخدم بها اليد. يعني إذا معوق إيديه مكسوسة ورجليه عن طريق دولاب يتحرك بحركة يعني يدوية، ما ممكن هذا الشيء. أطفال نساء رجال، وبعضهم هذول نازحين، هذه شريحة من النازحين اللي فوق الضيم، ضيم تنظيم داعش، وفوق راحوا قعدوا بالخيام وعدهم معوقين. عمليات اللي دا تروح من هذا الجانب من الشعب اللي بديوان المحافظات هي مجرد انه هذا العكاز الرباعي أو العكاز اليدوي أو الكرسي المدولب اللي دفع باليد مو الكهربائي. يعني أتعجب لماذا لا يتم تخصيص مبالغ وافية. أكو أطراف صناعية ذكية وأكو دول تطورت بهذه المسألة وتم يعني إنهاء مسألة وإنهاء الإعاقة بعمليات مرضية أنه يعيد الحياة للشخص الذي يعني يكون إلى قدرة أنه يحاول أنه يكسب رزق عيشه. بعضهم أرباب أسر يعني ومعاق وعنده أطفال وزوجته قد تكون ما عندها شهادة في سبيل أنه تقدر تمارس وظيفة أو تدخل ولو تعيينات ماكو. يعني هذا الكلام عش نتكلم به أنه زوجته تقدر تشتغل وتدخل بالأسواق وبتجارة بسطية بشيء وهو معوق، فكيف يعيش؟ القانون أعطى للمعيل راتب زين، هو إذا الرعاية الاجتماعية ما مستلمين جماعة الرعاية الاجتماعية اللي هي 50,000 كل 3 أشهر أو كل شهر، كل 3 أشهر يستلمون وبعضهم ما يستلمون لحد الآن. فكيف إن قانون المعوق ينطي للمعيل المعيق أو صاحب العوق أنه يمشي هذا الراتب مالته؟ هذه واحدة من المأساة اللي تعاني من عدها الشرائح العراقية الاجتماعية وفق ما موجود من اختلافات وتقاطعات في السياسات وما إلى ذلك. يعني إحنا نسمع قانون يفيد البرلمان يمشي بسرعة البرق، يتم التصويت عليه بسرعة البرق، ولا أكو خلاف ولا أكو تصويت كلها ترفع يديها. قانون يفيد المواطن كلها تقول لك أوقف هذا المواطن مالتي ما يفيد ابن المحافظة الجنوبية، والثاني يقول لك هذا ما يفيدنا ابن المحافظة الأنبار، والثالث يقول لك هيك وهيك، وتالي متالي يعني ما يحصل المواطن. وعن هذا الموضوع والحديث أكثر مع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد باسم محمد نوري مدير قسم شؤون المعاقين بديوان محافظة الأنبار. مرحبا بك أستاذ باسم. أستاذ باسم تسمعني؟ أي نعم أسمعك أستاذ. مرحبا بك أستاذ باسم. يعني اليوم المعاناة هذه الشريحة ما تختلف عن معاناة الشرائح البقية، لكن يعني أنتم الآن لديكم قانون وهذا القانون نافذ، يعني أقر في عام 2013 حسب علمي، لكن لحد الآن أنتم تعانون من عدم الاكتفاء أو الصرف الحقيقي بالنسبة للمعاقين. ما تفسيركم لهذا الموضوع؟ تفضل. نعم سيد، هو هذا القانون شرق ولكن لم ينفذ. نحن نعتب على الجهة التنفيذية ونعتب على الجهة الرقابية، أي بمعنى مجلس النواب هو الذي شرع القانون وهو الحكومة وهو الهرم الأكبر في الدولة. فعندما يشرع القانون ولم ينفذ، هنالك جهات تنفيذية مسؤولة عن هذا القانون، وهناك جهات التي شرعت هذا القانون هي التي تراقب عمل الدولة والخدمات. فلا بد من هذه الشريحة التي شرع لها قانون أسوة ببقية شرائح المجتمع، لا بد لها من الحكومة أن تتابع مدى عمل التطبيق ومتى عمل التنفيذ، وهل نفذ هذا القانون لذوي أشخاص ذوي الإعاقة أم لم ينفذ، وما هي الأسباب عدم التنفيذ. عندما ينفذ القانون يصرف له موازنة من الدولة
ويكون في حسابات الآخرين، وهذه الشريعة قد حسبت حسابات كثيرة وأولت تأويل كثير على هذا القانون، ولكن قد خابت الآمال في الحكومة وقد خابت الآمال في الجهات التنفيذية والرقابية لعدم متابعة هذه القوانين التي شرعت لهذه الشريحة، وهذه الشريحة بحاجة ماسة لهذا القانون، لأن في كثير من الأمور في تعيينات وفي رواتب وفي رواتب معين وفي سفر خارج القطر وفي تعيين نفسي وبدني، هو المعاق الآن ليس المعاق هو أن توفر له الدولة. دقيقة أستاذ باسم، إذا تسمح لي ذكرت عدة فقرات من ضمنها القانون اللي ذكرناه أو ذكرته حضرتك، يعني هذه الفقرات الآن هي مفعلة موجودة، المعاق إذا يستفاد من عندها أم أنها غير موجودة؟ خلينا نفتهم حتى الحكومة تسمعنا. ولا فقرة نفذ من هذا القانون الذي شرع، وأنا أتحدى كل مسؤول في مفاصل الدولة يقول إن نفذنا. أسأل سؤال وأقول هل نفذ التعيينات 5%؟ هل نفذ راتب المعين نفذ 5%؟ ولكن هو راتب المعين هو للمعاقين، والآن أصبح الرواتب المعين للذين لا يستحقون تلك الرواتب. أقول للمسؤولين هل نقل من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن الملائمة بهم؟ هل أحيلوا إلى التقاعد من جرح الحشد الشعبي والوزارتي الداخلية والدفاع؟ هل صرفت رواتب تقاعد للذين لا يمتلكون راتب العجز الرعايه الاجتماعيه؟ هذه كثيره انا اسال واقول اذا كانت هناك لربما تكون منفذه ونحن لا نعرف، واقول للمسؤولين الذين نفذوا مثل تلك هكذا قرار ان تعرض في لائحه اعمال الوزاريه الختاميه، سواء كانت للدورات الختاميه اي بمعنى مجلس النواب او للتقارير الشهريه او للتقارير السنويه التي تعرضها تلك الوزاره او اخرى، يجب ان تعرض اذا كان منفذه تلك الفقرات مثل ما تكلمت لك عنها. ولكن نحن انا اليوم مسؤول شريحه المعاقين في محافظه الانبار، اليوم بدانا نتكد على الحكومات المحليه، تركنا الحكومات المركزيه، الان التجانا الى مكتب المحافظ، التجانا الى الدوائر المعنيه، دائره صحه الانبار ودائره التربيه ودائره الرعايه الاجتماعيه، بدانا نعول عليها وهي الان تعطينا جزئيه، ولكن رحمه الله على والديهم انه يعطونا جزئيه، نحن لا نعمل. قبل أستاذ باسم إذا تسمح لي يعني لحد الآن كقانون لم ينفذ وكقانون لم يشرع داخل الموازنة العراقية منذ عام 2013، يعني الأعوام 14 و15 و16 و17 ما دخلت به موازنة لشريحة المعاقين ضمن هذا القانون، إضافة إلى أنكم اتجهتم اتجاهات أخرى، بدأتم تذهبون إلى وزارة الصحة، مديريات الصحة داخل المحافظات، الدوائر الأخرى هي من تزودكم بهذه العكازات الأحادية الرباعية ودواليب هذا، لا الحكومة؟ يعني خلينا نقول مو المركزية وفق القانون. أبداً أنا أقولها ومسؤول عن قولي لأنني أنا جهة رسمية، وعندما أتكلم معك جهة رسمية أنا مسؤول عن الكلام الذي أقوله إليك. نحن كثيرا من عولنا على الوزارات ولكن خابت الآمال بتلك الوزارات، والتجأنا إلى الدوائر الفرعية أي بمعنى المركزية في المحلات ولذلك المحلية، ولذلك عندما أقول لك أنا مسؤول، نعم قد تعطي دائرة الصحة كذا كازا وكذا كرسي ولكن لم يكفي. اليوم أنا أقول وأتكلم لك 80,664 معاق في محافظة كاملة. كم الرقم أستاذ؟ عفوا أستاذ باسم، 38,664 هذا هم هؤلاء لديهم تسجيل، لدينا قاعدة بيانات وهم مسجلون رسميا، منهم من كان من جرح الحرب السابق، ومنهم من الأعمال الإرهابية، ومنهم من العوق الطبيعي، ومنهم التخلف العقلي، ومنهم العوق البصري والعوق السمعي، على مختلف العوق 38,000. يجب على وزارة أن تعطي حتى لو كان ربع من هؤلاء 80,000، لا أقول 80,000 بالكامل، ولكن نحن نعول على صرف رواتب حتى لو كان لربع هذه الشريعة تعيينات، ولو كانت هم قالوا هم الوزارات قالوا 5%، نحن نأمل أن تكون 2% ولا نريد أن تكون 5%. فعندما نلتجأ ونتكلم في القنوات ونشتكي ونذهب إلى مجلس النواب، أنا عدة مرات وأنا مسؤول عن كلامي ذهبت إلى مجلس النواب وتكلمت معهم وذهبت إلى الوزارات، مدير هيئة ذوي الإعاقة
أصغر المساوي الأستاذ يقول أنا لا توجد لدي موازنة حتى أعطي المعاقين كلهم، وهذا شيء مشروع، وهذا هو ما لديه من القوة التي يمتلكها القلم والورقة، لأنه لا يوجد لديه قانون يسمح له أو موازنة خاصة بهيئة ذوي الإعاقة حتى يكفي صعب على البرلمان اليوم إذا أردنا نتكلم عن البرلمان أن يشرع قانون للموازنة العامة يضم فيها أحد بنود هذه الموازنة لفئة المعاقين؟ القانون الذي يشرع اليوم، وهم اليوم جلسة مجلس النواب، أأمل وأتمنى من أن يسمعوا من خلال قنواتكم، ولكن نحن لدينا ممثل هناك في مجلس النواب، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الإعاقة الأستاذ موفق الخفاجي، عندما تكلم معهم قال إن الموازنة في هيئة ذوي الإعاقة هي من ضمن موازنة الرعاية الاجتماعية، هذا لا يكفي، الرعاية الاجتماعية لو تأتي على موازنتها لا تغطي العجزة. ليس المعوقين، هنالك فرق بين المعاق الذي يمتلك عاهة في جسمه وهنالك فرق بين العاجزين. طيب ما ممكن المناقلة أستاذ باسم، يعني إذا سمحت لي عاجزين وعاطلين والرعاية الاجتماعية لديها قاعدة بيانات كبيرة. أستاذ باسم إذا تسمعني يعني ما ممكن المناقلة وحذف هذا البند من الرعاية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقله ببند خاص بالمعاقين؟ ممكن، نعم، طالبنا نحن أن تكون الهيئة مستقلة ويكون ارتباطها في مجلس الوزراء، نعم، مثل ما تكون هيئة المساءلة والعدالة، هيئة مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء، اعتبرونا سجناء، هم لا يعتبرون هم السجناء جاسمين، هم كان نطونا قطعة أرض، كان نطونا راتب تعويضي، ولكن احنا لا اعتبرونا سجناء سياسيين، هم يعتبرونا شهداء، استنطونا هويات مال الشهداء حتى واحد يعرف أنه نفسه مستشهد، حتى مرات كانوا قبل يعني لا هذا الكلام، لا يعني استاذ باسم عذرا للمقاطعه الكلام، انه هذه لا هناك حقوق للمعاقين وهي مقرره بقانون. اذا سمحت لي حتى من الاذى الذي اصاب هذه الشريحه، نعم ونحن معكم في هذا الاذى وهذه المعاناه اللي تعانوها، لكن خلي حتى كلامنا نقدر نوصل بنتيجه. اليوم يعني اليوم الموازنه لم تقر لحد الان، يعني وعدكم ممثل بالبرلمان يعني نحن ممثل، هو ممثل ليس يعني له صوت في البرلمان، يعني اي بمعنى هو نعم لكن يستطيع، وانا نعم معك، يستطيع ايصال عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن طريق الرعاية الاجتماعية، ان يصل الى البرلمان وفق هذا الموضوع وينادي، نعم، كثيرا، ولكن لم هنالك من مجيب. هي هنا المشكلة، الذي أنت اليوم تنادي ولم يجيبك أحد، فهي ماذا تنفع المنادات عندما لا يجيبك أحد؟ هي هنا المشكلة، يجب يعني بالتأكيد أستاذ باسم، نعم يعني بالتأكيد أن 38,000 في الأنبار، فهذا الرقم يمكن أعلى وأكبر بالموصل، يمكن في صلاح الدين نفس الحالة الرقم أو أكثر، وأنت أعلم بهذا من خلال علاقتك مع مدراء الشؤون الإعاقة بديوان محافظات وأيضا في الجنوب، يعني يصل للآلاف. أنا الآن أتكلم معك من مطار أربيل الدولي، وأنا كنت في مؤتمر بخصوص الإعاقة، الآن أنا أتكلم معك وأنا كنت في مؤتمر بخصوص الإعاقة وتكلمنا، وهو كان هذا هو الآن ممثلون هم ذهبوا إلى مجلس النواب ليطرحوا هذا ما طرحته أنت جنابك الكريم، حتى تكون الهيئة مستقلة وحتى يكون لنا موازنة خاصة، وننتظر إن شاء الله تعالى وبجهودكم أنتم الخيرين والأبرار من قنوات الأراضي الفضائية، الذين والله لم يجلسوا وينظرون علينا فقط، بل هم كانوا شركاء معنا في معاناتنا في أوجاعنا التي كنا نلتئم منها، وإن الجرح لا يأذي إلا صاحبه، وإن أهل مكة في أدرى بشعابها. نحن نشكركم من خلال قناتكم كل الإعلاميين وكل الصحفيين الذين شاركونا بآلامنا وهمومنا، والله ممنونين لكم جزيلا. يعني لا هذا واجبنا أستاذ باسم، وطبعا إحنا جهة ناقلة حتى نسمع المسؤول ونعرض يعني مشاكل اللي تعاني من عندها الشرائح وخصوصا شريحة المعاقين. أشكرك جزيل الشكر السيد باسم محمد نوري، مدير قسم شؤون المعاقين في محافظة الأنبار، شكرا جزيلا لك. يعني واضح اليوم هذه واحدة من الشرائح، وكثير منها موجودة بالعراق للأسف، نقولها بمرارة. اليوم السياسي، وهذه رسالة إلى السياسي، إلى الائتلافات، إلى الكتل السياسية، اسمعوا الرقم، 38,000 معاق محافظة الأنبار بس،
إذا نجيب نفس الرقم ونحطه بصلاح الدين ونفس الرقم ونحطه بالموصل فالرقم يزيد على 100,000 أو يصل. إذا كان نائب واحد أو سياسي واحد يحاول يجيب حقوق هؤلاء الناس ويسلمها، فأنا أنطي ضمان دورات 10 دورات هذول نفسهم يروحون ينتخبوه، يكرس نفسه ويجيب حقوقهم، فراح يحصل أصواتهم لمدى بعيد، يجوز يورثوا الابنة والابن ابنه. فإذا كان يريد مصلحة المواطن فلينظر إلى هذه الشريحة التي قدمت بعض منها بالحروب، واللي هو عوق طبيعي وخلقي واللي تأثر بسبب العمليات الإرهابية. هذا اللي الرسالة اريد نوصلها للسياسيين اللي يبتغون تغيير أداء الدولة لا تغيير سياسي الدولة. السلام عليكم.